فاطمه وزينب سولفوا لي هم تتعاركون منو تغسل المواعين ومنو تنظف ومنو منو تطبخ برمضان. سولفي لي فاطمه منو تطبخ ومنو تغسل المواعين ومنو تنظف. اطبخ علي لان زينب ما خليها تطبخ، اخاف عليها. ما تخليها لو ما تعرف تطبخ. هي الاثنين اثنين. اه زينب طلعتي مطبخ. لا اخاف. تخافين عليها من الطبخ؟ انت تخافين عليها من الطبخ. شوفي شلون قلب 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 والده واخت كبيره. ومنو اللي يغسل المواعين يغسل الهدوم؟ متعاونين يعني. اذا اني تعبانه هي تغسل، اذا هي تعبانه انا اغسل. زين نوبه شو تسوي ليش طبخات طيبه؟ هم تقول لها انا اليوم اريد مثلا كبه، اريد اليوم دولمه. يعني اقول لها كل شيء اريد اسوي اليوم. صدق؟ بس هي بس تاكل بس تمن، اذا ما سوي لها تقوم تبكي. تمن؟ امشي عندك تمن؟ اي شو ما يبين عليك لا تمن لا ما ماكل قليل بس اسم يعني. يا الله يا الله. زين احنا اليوم راح نروح نفطر، عزمت جيران؟ اي عزمتهم. يلا هاي لعد حتى يشاركون الفرحه، جيرانكم ما شاء الله يحبوكم واليفين وياكم. انا عبالي اسوي بيناتكم مشاكل على المواعين على هذا العمر اصلا يعني. انت زينب ما قلتش حاصل فاصل تسوي لك اكل وتسوي لك كذا. يلا يلا لعد خلينا نتوكل نروح. يلا ان شاء الله. كان لله ينمو والدنيا بخير، حب العراقيين اكبر نعمه.